بسم الله الرحمن الرحيم. Yes, we are live. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في سهرتنا اليومية في كل يوم الساعة 8:00 مساء بتوقيت أوتوا وتورونتو. الموضوع اليوم سيكون شيق ومهم جدا، وهو دور الجمعيات والمؤسسات الغير الحكومية ودور العبادة في مواجهة أزمة الكورونا. الموضوع له أطراف كثيرة ومحاور كثيرة، ولذلك استضفنا اليوم ولنا الشرف أن نكون مع قادة هذه الجمعيات والمؤسسات ودور العبادة، عسى أن ينفع الله بهم خيرا. معنا الدكتور محمد سليمان، إمام مسجد أوتوا، احنا بنسميه مسجد أوتوا الكبير أو أوتوا مسلم أسوشيشن. معنا راح يكون قريبا الأستاذ أمين الموعد، مدير البيت الفلسطيني في مدينة تورونتو، والأستاذ محمد البكري، ممثل شبكة الاستجابة الإسلامية الكندية للمساعدة. نرجو من الجميع المشاركة، نرجو من الجميع كتابة الأسئلة والتعليقات إذا كانت لديهم أي شيء. وأهلا وسهلا بكم، وبسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بالدكتور سليمان، وأهلا وسهلا بالإخوة اللي راح يلتحقوا فينا. الحقيقة يعني هذا اللقاء ربما يعتبر البعض متأخر، وربما يعتبر البعض جاء في وقته. المهم أنه الآن إحنا نعقده، وكان في تساؤلات من بداية الأزمة من مجموع من الأشخاص، شو هو دور الجمعيات اللي موجودة في كندا وتنفق عليها الدولة نفقات كثيرة، دور المراكز والمؤسسات غير الحكومية اللي تتلقى دعم كبير من المجتمع المحلي وتتلقى دعم كبير من الدولة من أجل إنها تقوم بمهام معينة، وما هو دور العبادة، المساجد، الكنائس وما إلى ذلك وما شابهها من دور العبادة المختلفة لجميع الديانات، ما هو دورها، هل تمارس شيء في هذه الفترة، هل تواجه مع الدولة ومع الحكومة ومع الناس تواجه هذه الأزمة. والحقيقة أنه أحيانا يكون في إجابات عند البعض وأحيانا لا يكون في إجابات، فطبعا الأولى أنه يعني نسأل الخبراء وأهل البيت في ذلك. والحقيقة أنه المساجد واحدة من الأمور الأساسية للمجتمع العربي بحكم النسب الدينية اللي موجودة، وبالتالي بالتأكيد حيكون نسبة كبيرة من الموجودين في المجتمع العربي مهتمين أنه يسمعوا ما هو دور المساجد وبالتأكيد دور الكنائس، لأنه في المجتمع العربي مجموعة من إخواننا المسيحيين المتواجدين. وأتمنى أنه يكون في عنا لقاء آخر مع من يتبرع ليتكلم عن دور الكنائس في هذه الأزمة. اللي أتمناه في البداية دكتور سليمان أنه نفهم نقطة مهمة كمقدمة، هل هناك عقد ولو ضمني ولو عرفي ما بين دور العبادة وما يعني وما يشابهها من مؤسسات مع الدولة؟ هل في عقد ضمني بهذا الشكل بحيث أنه دور العبادة يكون لها دور تعمل من خلاله وعلى أساسه، ولا يجوز لها أن تعمل في دور آخر تساهم في عمل معين، ولا يجوز لها أن تشارك في أعمال أخرى، لها مهام معينة ولا يجوز أن يكون لها تلك المهام الأخرى؟ هل في شيء ولو ضمني ما بين الدولة
ودور العبادة والمؤسسات اللي تشابهها؟ تفضل دكتور. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يعني أود أن أشكركم على الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يا رب لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع المشارق والأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد، قبل أن نبدأ الكلام والحديث عن دور العبادة ودورها الفاعل أو غير الفاعل في الأزمات التي تمر بها البلاد، أود أن يعني أنبه الإخوة الذين يشاهدوننا تذكرة لنفسي ولهم بأننا في وقت من أوقات المحنة. الله سبحانه وتعالى يعني يبتلي الأمة، والله سبحانه وتعالى ينظر كيف نفعل وكيف نتصرف في هذه الظروف. وبعض الإخوة يقول لقد أغلقتم المساجد، لن نعرف أن نذهب إلى الصلوات، وهذا شيء محرم وغير جائز ولم يحدث قبل ذلك. فقد سأذكر يعني حديث قصير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا الحديث حديث مشهور، يعني يمكن الجميع يعلمونه، ومن الناس من يأخذ هذا الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، يعني ما في عدوى، ما في أحد يعني سيصاب بشيء، كله بقدر الله، فلما تغلقون المساجد ولما يعني لا توجد صلاة جماعة أو صلاة جمعة. فنقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا عدوى، أي ليس هناك مرض يقوم بالعدوى بنفسه، ولكن كل شيء يحدث في هذا الكون بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث يقول لنا: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، أي لا تقترب من الشخص المريض حتى تأخذ العدوى منه. يعني وأحاديث أخرى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الإبل: لا يورد ممرض على مصح، يعني لا ندخل الإبل المرضى على الإبل الصحيحة حتى لا تعديها. فسأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تكون الإبل مثل الظباء، فيأتي الجمل الأجرب فتنتقل العدوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. يبقى الحديث له جانبين مهمين، إن إحنا نعلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونسمع للمؤسسات الحكومية حينما يقولون يعني اجلسوا في بيوتكم، حينما يقولون نغلق دور العبادة، حينما يقولون صلوا في يعني بيوتكم وصلوا في رحالكم. هذا شيء مهم جدا، لأن إلى الآن نرى بعض الإخوة وبعض الأخوات يعني يحرمون ما يقوم به الأئمة ويقولون أنتم أغلقتم مساجد الله وهذا شيء غير جائز. هذا شيء جائز، وقد حدث يعني مرات عديدة قبل ذلك في التاريخ. يعني لو عدنا للتاريخ الإسلامي هنلاقي المساجد أغلقت في بغداد في فترة دخول التتار بالشهور، وكذلك في مصر وفي الشام أغلقت يعني لما نزل الطاعون بهم لمدة شهور، حتى ليس هناك أذان وليس هناك أئمة وليس هناك أي شيء. فبننبه عناية الإخوة والأخوات إن المساجد لها دور بتقوم به، ولابد أن نلتزم بما تمليه علينا يعني الحكومة حينما تقول أغلقوا وليس هناك أي اجتماع، فنغلق ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونصلي في بيوتنا ونأخذ بالأسباب، ونحن بذلك متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بس نقطة بسيطة حبيت أنوه عليها، لأن بعض الإخوة يعني بيقول كل شيء بقدر الله. يعني كما كلنا نعلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان ذاهب إلى الشام، وكان الشام فيها وباء سمي بطاعون عمواس، وكان سيدنا أبو عبيدة بن الجراح هو يعني القائد هناك، فخرج من الشام حتى يقابل سيدنا عمر رضي الله عنه حتى لا يدخل عمر إلى هناك. فالصحابة انقسموا إلى قسمين: ادخل يا عمر هذا قدر الله، وقسم آخر قال لا يا عمر لا تدخل، يعني سنصاب بالوباء. فسيدنا عمر اجتهد وقال إننا لن ندخل. فجاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعدما يعني انتهوا من الحديث وقال: يا أمير المؤمنين، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم في أرض بها الطاعون فلا تخرجوا منها. فقال سيدنا عمر يعني رضي الله عنه: الحمد لله الذي وفقني يعني إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا أبو عبيدة حينما قال له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ فقال له سيدنا عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فيعني هذا شيء يعني قصير، نود أن ننبه الإخوة والأخوات في الجالية الإسلامية إن إغلاق المساجد والصلاة في البيوت حدثت قبل ذلك في التاريخ، وهذا
هذا لا يتعارض مع ديننا الحنيف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيدنا إلى مساجدنا آمنين إن شاء الله، يعني عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ثم إن شاء الله بإذن الله ندخل في السؤال، دور الجمعيات أو دور العبادة في مثل هذه الأزمات، وهل هناك عقد ولو ضمني مع الحكومة فيما يفعله أو ما تفعله المساجد أو ما تقوم به المؤسسات الدينية؟ نعم، كما نعلم المؤسسات الدينية كالمساجد والكنائس هي مؤسسات غير ربحية، يعني تعتمد على الدخل الذي يأتي لها من التبرعات من الأشخاص. فهناك قواعد وشروط منظمة لدور العبادة وهذه المؤسسات الغير ربحية فيما تفعل وفيما لا تفعل. وحينما نأتي إلى يعني شيء إنساني أو جائحة إنسانية كما نحن فيه الآن، وباء والكل متأثر به، يعني فالمساجد ودور العبادة يكون لها يعني يد كبيرة في مساعدة الجالية عامة، الجالية الكندية عامة والإنسانية عامة، ومساعدة الجالية الإسلامية خاصة. والمساجد ما شاء الله هنا في أوتاوا يعني لها الكثير من المشاركات، إن شاء الله يعني نتحدث عنها. طبعا نفتخر ولله الحمد أن الجاليات المسلمة في أوتوا وغاتينو قاموا بعمل مشروع موحد اسمه United Muslim Organization، وهذا المشروع له صدى الحمد لله ليس فقط في الجالية المسلمة ولكن أيضا في المجتمع الكندي. ونعرف أنه الأوتوا مسلم أسوشيشن أو مسجد أوتوا الكبير هو أحد أركان هذا التجمع. لو تقول لنا بعض الشيء عن هذا التجمع، ما النتائج، ما الأرقام إذا عندك؟ تفضل. نعم نعم، الحمد لله رب العالمين، يعني هذه من أفضل الأشياء يمكن التي رأيتها في حياتي الواحد، الحمد لله رب العالمين. يعني كنا في أمريكا وفي أوروبا وجينا أجينا إلى كندا، يعني لم أجد جالية إسلامية موحدة في مدينة من المدن مثل ما شاء الله الجالية الإسلامية في أوتاوا. يعني أنا مع الجالية من حوالي شهرين فقط، ولكن يعني منذ أن جئت وجدت هذه المؤسسة اللي حضرتك تكلمت عنها، اللي هو اتحاد المؤسسات الإسلامية في أوتاوا، اللي هو United Muslim Organizations في أوتاوا غاتينو، يعني مكونة من 13 مسجد، المساجد الكبرى في مدينة أوتاوا كلها أعضاء في هذه المؤسسة. يعني في بعض الأماكن أو ببعض المدن والبلاد بنرى يعني منافسة بين المساجد أو منافسة بين المؤسسات الغير ربحية، يعني وأحيانا المنافسة من الممكن أن تخرج عن إطارها يعني إيه العادي، ولكن بفضل الله سبحان الله يعني الإخوة والأخوات هنا في هذه المدينة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم فيما يعني يصنعونه وما يفعلونه وما قاموا به. إلى الآن المساجد كلها في مدينة أوتاوا وغاتينو يعني متحدين على قلب رجل واحد، وفي مجلس أئمة بيجتمع بصفة دورية بصفة شهرية بيناقش كل شيء يمت للإسلام والمسلمين بصلة، وما شاء الله يعني دايما متحدين وموفقين في أهلة الأشهر الهجرية وخاصة شهر رمضان والأعياد، فليس هناك اختلاف. فهذه المؤسسة تقوم بدور يعني فعال، وأيضا مع المؤسسات الغير ربحية الغير إسلامية يقومون بمساعدتهم ويمدون يد العون للإخوة في إسلامك ريليف والإخوة في هيومن كونسرن انترناشنال وفي جميع المؤسسات الإنسانية التي تساعد حينما يعني يكون هناك شيء أو يحدث لك أي شيء. أود أن أذكر أن يعني هذه المؤسسات كما قلنا تخدم المسلمين وغير المسلمين، وهي مؤسسات غير ربحية، يعني تعمل حسب قوانين تنظيم المؤسسات الخيرية الكندية تحت القانون الكندي، ولا توجد أي معوقات أمام هذه المؤسسات لتقديم المساعدة والخدمات للجالية الإسلامية والجالية الكندية، ولكنها تعتمد اعتمادا كليا على المتطوعين. فساعات يعني في وقت الأوقات بيبقى العمل يعني إيه يعني ساعات يعني في بعض الأوقات يكون غير دائم، لأن احنا بنعتمد على المتطوعين، والمتطوعين بيعملوا ولكن بيتطوعوا في هذه المؤسسة بوقتهم الزائد، فليس كل متطوع يعني بيكون متاح حينما نريده، وأيضا تعتمد على التبرعات، فبيكون برضو ده يعني بيترتب على الوضع اللي احنا فيه، الوضع المادي والمشكلة اللي بتواجهنا، ازاي بنقوم ب يعني المساعدة. فهذين الركنين اللي هم المتطوعين والتبرعات
هم اللي تعتمد عليهم المؤسسات الايه الغير ربحيه. ولو لو يعني تطرقنا للحديث عن المساجد ودورها في هذه المؤسسه او اتحاد اللي هو اتحاد المسلمين الموجودين في اوتاوا في حدث العام الماضي في الفيضانات التي كانت في كندا، تجمع المساجد وساعدوا الكنديين ومدوا لهم يد العون، وأيضا حينما كان فيه هناك إعصار في مدينة جاتينو في هذه المنطقة، قامت المساجد أيضا من خلال الصليب الأحمر والسلفيشن أرمي بتوفير الطعام. وأيضا حينما انقطعت الكهرباء أو تر كهربي عن الناس في هذا الوقت في وقت الإعصار، كانت المساجد في المقدمة وعلى رأسهم هذه المؤسسة أو اتحاد المؤسسات الإسلامية في أوتوا وفي جاتينو. وأيضا حينما وقع حريق اللي هو بتاع فورت ماكمري، تبرعت المؤسسات الإسلامية هنا بحوالي 100,000 دولار للصليب الأحمر لمساعدة الإخوة والأخوات في هذا الحريق. فيعني المؤسسات الإسلامية ما شاء الله في هذه المدينة، مدينة أوتوا، يعني حينما كنا في جي تي اي أو في تورونتو لم نسمع كثيرا عن هذه الأشياء، ولكن الإنسان لما يعني نقلنا إلى هنا وجلسنا مع الناس وتواصلنا مع المؤسسات، يعني علمنا أن هذه المؤسسات تقدم يعني يد كبيرة من العون لكل من هو يعني كندي أو مسلم أو غير مسلم، ويساعدون بالأموال وكذلك بالمتطوعين. بارك الله فيك. إذا يعني الرسالة واضحة، أنه ما تقومون به هو ليس موجه فقط للمسلمين، بل لسائر من يعيش في المنطقة أو حواليها، صحيح؟ جاتينو وأوتاوا وحواليها. نعم، يعني في بعض النقاط أيضا كنت يعني سألت الإخوة ويعني أرسلوا إلي ما يعني ما يقومون به، فقالوا حينما وافقت الحكومة الكندية على يعني استخدام 45,000 من اللاجئين، كانت المساجد وهذه المؤسسة على رأسهم يعني تمد يد العون بالأموال وبالتدريب وبترجمة الأوراق وتيسير الأحوال للمهاجرين. وأيضا حاليا في هذه الأزمة اللي احنا فيها في كورونا فيروس، هذا المرض أو الوباء الذي انتشر، يقومون الآن بتقديم يد العون للجالية الإسلامية والكندية. يعني احنا عندنا المسجد هنا، مسجد كبير في أوتاوا، تواصل مع الأعضاء حوالي 500 عضو، تواصلوا معهم عضو عن طريق الهاتف وكلمناهم يعني للاطمئنان عليهم جميعا. وفي بعضهم كان لا يستطيع الخروج من المنزل وكانوا يريدون بعض الأغراض، فيعني أرسلنا المتطوعين في المسجد ويشترون لهم الأغراض ويوصلونها إلى باب البيوت. هذه أشياء يعني بتغير حينما يرى الإنسان هذا الجهد يعني المشكور، والشباب يعملون يعني بلا مقابل، سبحان الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم كل خير. فهذه حبيبي. أشياء عظيمة يعني رأيتها بعيني. ويعني وزعوا أكثر من حوالي 200 حقيبة أو شنطة صحية فيها الأدوات الصحية، السانيتايزرز والأشياء اللي بنحتاجها في هذه الأيام، وكذلك الماسكس، الكمامات وغيرها. وكذلك أيضا المسجد حاليا حينما يعني توقفنا عن إقامة صلوات الجماعة للناس وكذلك صلاة الجمعة، يعني المسجد لا زال مفتوح بالنسبة للإخوة في لجنة الزكاة، وكل يوم لنا برنامج على الفيسبوك بالعربية وبالإنجليزية، وبنتواصل مع الناس. أي أحد يريد يعني أموال زكاة أو مساعدة، مسلمين وغير مسلمين، بيتقدموا إلى المسجد ويأتون إلى المسجد والمسجد يساعدهم. وكذلك يعني من الأسبوع مضى كان المسجد مع الفود بانك اللي هو بنك الطعام الموجود هنا في مدينة أوتاوا، وما شاء الله تبرعوا بحوالي أكثر من 6,000 دولار للفود بانك هنا. ويعني أشياء كثيرة ما شاء الله يقومون بها. يعني الأشياء اللي أنا يعني علمتها يعني قد قلتها، وما لا أعلمه من الممكن أن يكون كثير. يعني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا جميعا يا رب إلى خدمة الجالية الكندية عامة والإسلامية خاصة، وأن يوفقنا جميعا يا رب إلى ما يحب ويرضاه. إذا من هنا دعوة لكل من يسمعنا وكل من يشاهدنا وكل من باستطاعته أن يقوم بدعم مثل هذه المبادرات، سواء بالتطوع الفالنتير إنه يروح ويسجل مع الشباب، أو يتبرع لهذه ويمكن التبرع لها كزكاة. أنا فهمته من هل تعتبر نعم، في هذه يعني الأحوال أوقات هذا البلاء، نعم، لأن الأموال اللي أنت يعني بنشوفها بتخرج لناس يعني محتاجين، يعني ما أحد بيقدم على الزكاة إلا إذا كان يعني إيه يحتاج زكاة. وكذلك المسجد في لجنة يعني للزكاة، يعني مش كل إنسان يأتي من الشارع يقول أنا محتاج زكاة بيعطوله، لا، لازم يتحققوا
من معلوماته ويعلموا فعلا انه في حاجه الى زكاه. اما في هذه الايام خاصه فهم يعني يفتحون الباب اوسع من ذي قبل، لان هذه الايام معظم الناس يعني فقدوا وظائفهم، ومعظم الناس كانوا يعملون يعني بدون تامينات وبدون معاشات. فالمسجد حتى يعني اشترى الكثير من الكروت في الوول مارت وفي احد كذلك يعني جميع المحلات هنا، وبيعطيها للناس. مجرد احد بيجي يسال يعني ما بيردوش حد، يعني سواء مسلم او غير مسلم. طيب دكتور سليمان، أنا فهمت أنه صار في زي تجمع للكيانات الإسلامية الموجودة أو المساجد الموجودة في منطقة أوتاوا وجاتينو، وبتعمل بشكل موحد. واللي فهمته أنه لما كنت موجود في منطقة تورونتو كان المسألة أضعف، بدناش نقول أنه ما كانش موجود، بجوز كان أضعف. يعني الآن بهذه الطريقة أنا بفهم بهذا الكلام، أنا بفهم إنه كل جهة تعمل وحدها، يعني ما في كيان ينظم العمل ويشرف عليه على مستوى كندا، وبالتالي يكون في توجيه. يعني هذه الروح اللي بنتكلم عنها، روح المساعدة وروح الدعم وروح الخدمة وروح العطاء، هذه الروح مش موحدة، يعني ما في كيان يبثها بين كل الأطراف اللي موجودة في كندا. هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني، طيب على مستوى دور العبادة بشكل عام، هل هناك مجالس تنظم العمل بين دور العبادة، الكنائس والمساجد وغيرها، ولا إذا الكنائس اجتهدت المساجد بتكون ممكن تكون نايمة، إذا المساجد اجتهدت ممكن تكون الكنائس مش مهتمة؟ هل هناك مجلس أعلى ينظم عمل دور العبادة باتجاه يكون لخدمة الناس، بث روح العمل فيهم، التفاؤل؟ حقيقة احنا بنشوف يعني بعض الـ 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 الأشخاص عندهم يأس أو عندهم خوف أو عندهم اضطراب، ودائما دائما الوصفة السحرية اللي هي انك تغذي روحك، وتغذية الروح يعني أكبر ما يغذي الروح هو الدين، كل واحد يغذيه دينه ويرفع من معنوياته. فهل هناك فعلا مجلس أعلى يوجه هذه الكيانات الدينية أو الدور دور العبادة نحو هذا الدور وهذا الهدف الرئيسي بالنسبة لها في جاليتها اللي هي مسؤولة عنها ومعنية فيها؟ وبالنسبة يا أخي للسؤال الأول اللي هو يعني الوحدة الموجودة في مدينة أوتاوا بين المسلمين، ومن الممكن أن نجدها في مدينة تورونتو، ولكن من الممكن أن تكون يعني قليلة أو أقل من هذا، لأن الجالية الإسلامية في تورونتو أكبر بكثير من الجالية الإسلامية في أوتاوا. فيعني من السهل كان تجمع المساجد هنا واتحادهم، حتى يتحد الجميع تحت راية واحدة أو مظلة واحدة، وإن شاء الله بإذن الله سيحدث ذلك في المستقبل القريب بإذن الله. فيه هو يعني منظمة مجلس الأئمة الكندي، ومجلس الأئمة الكندي اللي هو Canadian Council of Imams، هذا يعني موجود من سنين طويلة يعني، وفي إخوة يعني أئمة متطوعين بيقوموا على العمل فيه، وأنا عضو فيه، كنت يعني أحضر الاجتماعات وأنا في تورونتو، والآن يعني أحاول الحضور من الممكن أونلاين، ولكن بحضر برضه هنا مع المجلس الأئمة في أوتاوا. فيعني إن شاء الله بإذن الله يكون هذا المجلس، مجلس الأئمة الكندي، يعني تكون الراية الكبيرة التي من الممكن أن ينضم معها مجلس الأئمة في أوتاوا هنا، وتكون مؤسسة واحدة حتى تكون الكلمة يعني واحدة. فده إن شاء الله بإذن الله اللي بنأمله وبنعمل على تحقيقه إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للمجلس الأعلى أو وجود يعني كيان يتحكم في جميع مثلا دور العبادة إسلامية ومسيحية ويهودية وغيرها، يعني ما فيش كيان معين بيوجه، ولكن في بعض المؤسسات المسيحية واليهودية وغيرها بيتواصلوا مع مجلس الأئمة الكندي، وبتواصلوا معنا هنا في أوتاوا، ونحن بنستجيب لهم وبنحضر الاجتماعات. وآخر شيء من حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع كان عندنا دعوة من اللي هم الكنديان كونفرنس اوف بيشوبس، اللي هم الاساقفه، كبار الاساقفه في كندا، كانوا برضو بيتكلموا عن
القوانين اللي طلعت من الحكومة عن الناس المرضى الذين يريدون إنهاء حياتهم في المستشفيات، ويعطوا الطبيب الإشارة بأنهم يريدون إنهاء الحياة فيعطوهم الدواء لكي يعني ينهوا حياتهم. فكان المسيحيين ضد هذا القرار وكذلك المسلمين، فكنا مجتمعين معا لمناقشة يعني الخطوات التي ينبغي علينا القيام بها. فبنتقرب من بعضنا في الانترفيث كونسل، يعني بنتقابل مع الكنائس المختلفة وكذلك الديانات اليهودية وغيرها، ولكن ليس هناك مكان أو مجلس أعلى يعني يوجه كل هذه الكيانات، ليس موجود على الأرض حتى الآن. نعم. طيب احنا عارفين وقتك غالي، ولكن نشكرك كثيرا، وقبل أن تودعنا نريد من سماحتك أن تعطينا بعض النصائح خلال الفترة الحالية، وأنت تعرف أنه قاربنا الوصول إلى شهر رمضان المبارك، إن شاء الله يكون شهر رحمة وطاعة ومغفرة. قد تمتد هذه الأزمة إلى رمضان، وقد يأتي علينا أيام برضو فيها حجر في رمضان، فما هي المسج أو الرسالة التي تريد أن توصلها للمجتمع العربي؟ لو سمحت لي دكتور، أنا تفضل. يعني بس زيادة على كلام أخوي الدكتور جمال، كمان لو أضيف على هذا السؤال توجيه لأئمة المساجد، توجيه للمعنيين عن المساجد ودور العباد، لأنه حقيقة لسه اليوم إحدى الأخوات بتقول إنه بتسمع لخطبة أو درس لأحد المشايخ في واحدة نشرته على الفيسبوك، وبتقول كان يعني يحسس الناس انه خلص بكره يوم القيامه، واحنا الان بنودع الحياه، ويا جماعه يعني روحوا كل واحد يشوف يودع اهله، يبدا يستقبل اخرته باخر عمل هو يعني. فيعني توجيه حقيقه للمسلمين ولغير المسلمين، لانه هذه النصيحه لكل الناس مش بس لجهه معينه، لأئمة المساجد والقائمين على هذه هذه الدور. ويعني الرسالة للجالية الإسلامية، احنا يعني كما نعلم أن هذا يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يعني الكثير منا يمكن كلنا أول مرة في حياتنا نشوف يعني الجمعات قد عطلت في جميع دول العالم، يعني مش شيء حدث في كندا أو في أمريكا أو في مصر أو في الأردن، كل دول العالم، السعودية، الحرمين يعني الحرم المكي والحرم المدني، بنشوف دلوقتي العمره توقفت. فهذه اشياء سبحان الله تحدث لاول يعني مره يمكن بنشهدها. فبنقول للمسلمين الموجودين الحاليين الذين يرون ما يحدث ان يعني يثقوا في الله اولا سبحانه وتعالى، الثقه في الله، الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء الا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الله سبحانه وتعالى ارسل لنا هذا يعني البلاء حتى نتعظ، يعني الإنسان مننا يتعظ. وبعض الناس كان يمشي على الأرض يعني لا يظن أن أحد أحسن منه أو لا، أو ليس هناك أحد أقوى منه. فالله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسالة بهذا البلاء، بأن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ يعني نلتزم بيوتنا كما تقول لنا حكومتنا، نلتزم البيوت، وبالنسبة للصلوات بنصلي في بيوتنا، ونجعل هذا الوقت نستثمره مع أبنائنا وبناتنا. كثير منا كان يعني بيعمل في طوال اليوم ولا يعني يجلس مع أولاده ولا يعرف مشاكل أولاده، ونفاجأ بعد سن المراهقة أولادنا في مشاكل. أولادنا يعني منهم من ليس عنده عقيدة راسخة في الإسلام، وشفنا هذا كثير، ومشاكل كثيرة مع الآباء والأبناء. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا الوقت حاليا لكي نجلس مع أبنائنا وبناتنا ونفهمهم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا درس من الله سبحانه وتعالى لنا، ولا بد أن نكون متفائلين. الإنسان ما ياخدش الأمر دوت ويتشائم، إحنا هنموت لازم نقوم. الموت هذا شيء ليس، لا يحتاج إلى فيروس ولا يحتاج إلى أي شيء، يعني كما كنت نقول قبل ذلك، يعني الموت بفيروس كورونا حوالي 1 أو 2% أو حتى 3%، ولكن الموت يعني الموت اللي هيجي لنا احنا محقق 100%. ملك الموت ياتي في اي وقت، حينما يحين وقت اي واحد مننا هيموت في وقته. فاحنا نتفائل ونبث روح التفاؤل في اولادنا وبناتنا. وبالنسبه لائمه المساجد، يعني عليهم دور كبير جدا جدا جدا، يعني لابد عليهم ان يعني يقودوا هذه الازمه،
بحكمة. يعني الإنسان مننا إذا لم يعلم شيء لا يتكلم فيه. أي إمام لابد عليه أن يلتزم بالشرع، إحنا بنأتي من القرآن ومن السنة، والقرآن والسنة يعني قد غطوا هذا الموضوع يعني بأحاديث وبآيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ما نحن فيه، والصحابة رضوان الله عليهم عاشوا فيما نحن نعيش فيه الآن. فينبغي علينا أن نتصرف بحكمة، ولا نبث يعني الذعر والخوف في قلوب الناس، يعني إنما بعثتم يعني ميسرين ولم تبعثوا معسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. فلا ننفر الناس، يعني الموت سيأتي، نقول للناس أنت ستموت الآن، فاذهب يعني تبرع بجميع أموالك، اعمل كذا كذا كذا، ماشي، نقول لهم تصدقوا تبرعوا، ولكن نقول برضو لا تخافوا، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإذا كتب لك أنك تموت في هذا الوباء ستموت فيه، يعني كلا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلا بد أن نتصرف بحكمة. الإخوة الأئمة يعني بنشد على أيديهم ونسألهم أنهم يعني بيطلعوا يتكلموا مع الناس على الفيسبوك على اليوتيوب على أي يعني بلاتفورم، يطلعوا يتكلموا مع الناس ويطمئنوهم ويعلموهم دروس نأخذها من هذا الوباء، كيف نتصرف مع أولادنا وبناتنا وجيراننا، كيف نمد يد العون لجيراننا المسنين الذين ليس لهم عائلات، كيف نمد يد العون لبنوك الطعام وللإسلامك ريليف ولهذه المؤسسات التي تعمل على هذه المشاريع ونحن لا ندركها لأننا لم نقع فيها قبل ذلك. دلوقتي عرفنا، أما كان إسلامك ريليف يقول إحنا بنعمل في سوريا، إحنا بنعمل في أفريقيا، دلوقتي إحنا يعني لقد رأينا رأي العين، مع أن هناك فرق كبير بينه وبين هذه الدول. هنا الحمد لله رب العالمين الحكومة تقوم يعني باتخاذ قرارات يعني جيدة جدا ممتازة لمساعدة الناس الذين ليس عندهم وظائف، الناس الذين ليس عندهم دخل، يعني الحكومة تساعد بشكل كبير في هذه البلاد، ليس هناك مساعدة. فينبغي على الناس في البيوت والأئمة في المساجد أن يبثوا روح الأمل في الناس ويبثوا روح يعني المساعدة، يكون هذا يعني أو هذه المحنة يأتي منها منحة لجميع الجالية الإسلامية تفهم يعني دينها فهم صحيح، وتقوم على تنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به والنبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الظروف. فحينما ينقشع الغمام إن شاء الله بإذن الله وتذهب هذه المحنة، يعني يطلع الكوميونتي أو الجالية الإسلامية من هذا الوباء يعني تطلع قوية، علاقتها قوية مع ربها سبحانه وتعالى، وعلاقتها قوية بحكومتها وبالمؤسسات التي تلتف حولها في هذا الوقت الصعب إن شاء الله بإذن الله. آمين آمين. بالنيابة عن نفسي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زميلي الأستاذ محمد، نشكرك جزير الشكر. يعني كان في أسئلة كتير معظمها أنت غطيتها، بارك الله فيك وجعل فيك من الخير لأمتنا الإسلامية ولدولتنا كندا، وإن شاء الله ربنا يزيل عنا هذه الغمة قريبا. أشكرك يا رب العالمين، بارك الله فيكم يا أخي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله بإذن تعالى يعني نسأله أن يعافينا بإذن الله في أسماعنا وأبصارنا، ونسأله سبحانه أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك يا ربنا من سيء الأسقام. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الآن احنا بنرحب ب ضيفين عزيزين على قلوبنا قدمناهم في البداية، ولكن الآن سنعيد تقديمهم إن شاء الله. الأستاذ أمين الموعد مدير البيت الفلسطيني في مدينة تورونتو، والأستاذ محمد البكري ممثل شبكة الاستجابة الإسلامية الكندية للمساعدة. أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا، حياكم الله. أهلا وسهلا. خليني احطكم في الاعلى شوي بس. الكاميرا تحاول تنزلها شوي عشان يعني تظهر على الكاميرا اكثر. ايوه
تمام. تفضل استاذ محمد. أنا طبعا بدي أشكركم أستاذ محمد البكري وأستاذ أمين الموعد، بشكركم شكر جزيل على الاستجابة لهذا اللقاء، وإن شاء الله يكون لقاء مثمر نعرف الناس فيه على ما تقومون به وما هو متواجد. حقيقة مش كل الناس بيعرفوا أنه في جمعيات تقوم بأدوار في هذه الفترة، وكانت تقوم بأدوار في الفترات السابقة. الفترة الحالية فترة كثير فيها من التساؤلات حول دور الجمعيات، وطبعا احنا بنحب ناخذ دائما الخبر والمعرفة من أهلها. يعني كثرة العنعنة والله سمعت وقالوا لي وحكوا لي والأخبار هذه كلها، هذه نحاول قدر الإمكان أن نبتعد عنها لأنه فيها كثير من اللغط وفيها كثير من الأخطاء. وبالتالي يعني بهمنا جدا أنه نساهم في هذا التواصل ما بين المجتمع العربي اللي إحنا معنيين في توعيته وتعريفه بما يدور حوله، وأصحاب هذه المؤسسات أهلها اللي يعيشوا فيها. وكما قلت إن شاء الله يكون في عندنا مجال إنه نجتمع ونلتقي بأكبر عدد ممكن من الجمعيات والمؤسسات المختلفة اللي تعمل على الساحة الكندية، ونستطيع إنه نبين جهودهم للمجتمع العربي. وإحنا حقيقة تواصلنا مع البعض، البعض كان مشغول، والحمد لله إنه كان في مجموعة عندها قدرة وإمكانية ووقت إنها تخرج وتتكلم مع الإخوة العرب. بشكرك أستاذ أبو أحمد حبيبنا، وبشكرك أستاذ محمد البكري. بداية راح أوجه سؤالي للأستاذ أمين الموعد. السؤال إحنا وجهناه لدور العبادة، بدي أكرره بالنسبة للجمعيات، هل هناك عقد ضمني ما بين الجمعيات والدولة يجبر الجمعيات على أعمال معينة لخدمة المجتمع، ولا يسمح لها أن تعمل في أمور معينة أخرى ينهاها عنها، يمنعها أن تعمل فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخي محمد والدكتور جمان طبعا، ونسلم على أخونا محمد بكري على هاي الاستضافة. بداية خليني أنا بس يعني أعرف شو البيت الفلسطيني تورونتو، وهذا شيء مهم جدا لأن الجمعيات كل جمعية إلى تعريف معين وإلى أهداف. على البيت الفلسطيني تورونتو هو مؤسسة كندية اجتماعية ثقافية غير ربحية مستقلة وغير خيرية، هاي مهمة يعني مو شركة، وهي الفلسطينيين الكنديين بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العرقية، والعضوية الشرفية لمين؟ لكل إنسان عربي موجود على الأرض الكندية. هلا الأهداف، من أحد الأهداف اللي موجودة إنشاء منصة لخدمة المصلحة الكندية الفلسطينية في أونتاريو، والهدف الثاني هو تقوية العلاقات الاجتماعية بين المجتمع الكندي الفلسطيني والانخراط في المجتمع الكندي. إذا هلا إحنا بهدول البندين الموجودين من ناحية وطنية ككنديين وإنسانية لابد أن تنخرط في مواجهة هاي الأزمة، مفروض تنخرط في هاي الأزمة. هلا إحنا دعاتنا في الأزمات الكبرى بأي بلد بالعالم، عادة المجتمع المدني له دور رئيسي جدا في تصدي لهي الأزمات. إحنا كبيت فلسطيني اللي عملناه على النحو التالي، شكلنا لجنة الطوارئ من بداية الأزمة فورا. لجنة الطوارئ هاي كان هدفها أول شيء هو إرسال إرشادات وبيانات لكل الأعضاء وللمناصرين والأصدقاء والمجتمع المدني كلياته، كل ما قالته وزارة الصحة، وزارة التربية، السلام العامي، اللي قالته الحكومة الفيدرالية، الحكومة الأونتاريو،
كل شيء في بيانات احنا عاده بنرسلها عبر صفحه الفيسبوك تاع البيت الفلسطيني وبنبعثها بعبر الوسائل التواصل الاجتماعي. هاي الخطوه الاولى اللي احنا بلشنا فيها. الخطوه الثانيه تم تشكيل لجنه من المتطوعين. لجنه المتطوعين اللي شكلناها هي عباره عن مجموعه فيك تعتبرها انه بحدود 20 شخص ومتفرعه. الهدف من هاي هو لما تشكلت الهدف تبعها هو كان مساعدة كبار السن بتأمين حاجاتهم ومستلزماتهم وشغلات من هاي الشكل على أساس إنه هذول الناس غير قادرين إنه يوصلوا للسوبر ماركت، فإحنا قلنا بنساعد الناس اللي كبار السن. فأرسلنا رسائل إلى رؤساء البلديات في الجي تي إيريا تورونتو الكبرى، يعني مثل بوني كرومبي في ميساجا، جون كيري في تورونتو. بعدنا هاي الرسائل وبعدنا ارقام التلفونات، يعني الاكيب جاهز. فبعثوا لنا على النحو التالي: احنا بنشرطوا على هاي الخطوه، واحنا هاي الارقام حنبعثها للريسيدنت، يعني للمواطنين، اي واحد بيحتاجها، لانه هذا موثقه صارت، يعني هاي ارقام معتمده، على اساس انه مش انه اي رقم واحد ممكن يعني يتصل فيه وما يعرف منين، لا جاي منين، انه 6000 دول ارقام اوكي فينا احنا، انتم فيكم تعاملوا فيه. فخلصنا من هذا الموضوع. الموضوع الاخر هو انه حتى الاكيب هذا كان لابد انه نعمل له شو، يعني تمرين، يعني انه يعرف التباعد الاجتماعي، التباعد المنزلي، التباعد الجسدي، غسل الايدين، كل هاي الشغلات اللي هي بتتطلب انك تواجه الفيروس. احنا عملناها ضمن خلينا نسميها دوره تدريبيه سريعه جدا، عارفين، والحمد لله. حتى موضوع السيارات ممنوع حدا يطلع على سياره واحده، يعني الشوفير بكل واحد يقوم بالموضوع. فاحنا بنعتبر انه لغايه الان الامور منتجه. احنا بنستعمل الفود بانك وسلبريشن ارمي بهاي القضايا، انه توصيل الاكل والمشروبات للناس. هلا ايش الفريق التطوع؟ الفريق التطوع هو مش انه فقط لغير احنا، انه والله لانه مثلا بس لكبار السن، لا، انه استراتيجي. احنا بنعرف وين بيصير في نوع من منع التجول. لما بيصير منع التجول كامله، الدولة لن تستطيع لوحدها أن تقوم بأعباء الشعب الكردي، لا شرطة ولا جيش، فلابد أن تحتاج للمتطوعين. فالمتطوعين هلأ تقريباً تشكلوا في كل البلد، الستي بتعرف وين مجموعات المتطوعين موجودة، فهذول هم اللي غير يساعدوا الناس إذا الأمور ساءت. فمشان هيك الموضوع مش موضوع ترفيهي أو شيء، لا، موضوع بهم أمن البلد كلياته. فإحنا بنقول إنه الحمد لله، يعني هاي الامر احنا ماشيين فيه، واهم من ذلك يجب ان نكون انسانيين ونبعد شوي عن الـ عن الـ عن الـ عن الانا، ونعمل على مساعده على محاصره هذا الوضع. هلا الشق الاخر اللي حاب انا احكيه بخصوص تفعيل النشاطات. احنا طبعا كنا نعمل نشاطات داخل المركز، هذا الموضوع اختلف، صار في تباعد اجتماعي. النشاطات صارت كلها على البعد، فعملنا تفعيلها على اساس كل النشاطات اللي كنا احنا نتمنى نعملها قبل هلا حنعملها على البعد. يعني مثلا اطلقنا فعاليه حفظ عميد، حنرجع نحكي عن النشاطات. انتم ما شاء الله من الجمعيات النشيطه. في سؤال بدي اوجهه، او نفس السؤال بدنا نحكي الاستاذ محمد البكري، خلينا يعرفنا بالمؤسسه او الشبكه الاستجابه الاسلاميه الكنديه للمساعده. هو فعليا موجود في لندن، بس انا اللي فهمت انه هاي شبكه في كل كندا، فحابين برضو نعرف عنها شو المجال عملها، هل هي فقط خلال الفتره الحاليه ام هي بشكل عام متواجدة في جميع الأزمات؟ أشكرك جداً أستاذ محمد ودكتور جمال على الاستضافة. الظرف الحالي هو اللي خلانا نفكر زي ما الأستاذ أمين في البيت الفلسطيني فكر بالضبط في مساعدة المجتمع
ومساعدة الناس، تقريبا نفس الفكرة يمكن فكرنا فيها مع بعض في نفس التوقيت، إن إحنا عايزين نساعد كبار السن، الأسر، العائلات، إن هي تقلل وجودها في الشارع. تقليل وجود الناس في الشارع هو هيكون حل كبير جدا للأزمة اللي إحنا فيها. فإحنا عشان نقلل وجودهم لازم نعتمد على عدد من المتطوعين، وده اللي إحنا بنحاول نجمعه. عدد من المتطوعين يشتغلوا بسياراتهم، كل واحد هنكون طبعا مأمنينه بمطهرات وبالكمامة، بحيث ان هو يروح يستلم الطلب اللي هيعمله الشخص او الأسرة اونلاين. احنا مش بنتعامل مع اماكن معينة، انت بس تبعت لي صورة الرسيت بالحاجة اللي انت اشتريتها وانا هجيبها لك. انا مش بفرض عليك تشتري من الفود بيزك، مش بفرض عليك تشتري من الول وورد، انا مش متعاقد معاهم، انا بجمع متطوعين بسياراتهم وبنقول يا جماعة كل واحد فيكم يشتغل لنا حوالي 4 ساعات عشان ما يتعبش، وعشان كمان يكون سيف وآمن. وطبعا انتوا عارفين الكمامة بتتغير كل 4 ساعات، فهو كفاية عليه 4 ساعات هنديله كمامة من عندنا، بنحاول نعمل له سبورت، بنحاول نصرف على الموضوع. احنا مش عايزين نجمع فلوس او تبرعات، ومش عايزين اي مساعدة من حد، احنا عايزين بقدر الامكان بجهودنا الشخصية نساعد ونساعد الناس دي. اللي عنده قدرة على التطوع بيشتغل معانا. المشكلة اللي بس عايزك تلاحظها في حاجة، لو أنا دلوقتي لندن عندي مثلا نقول فيها افتراضا 4 أحياء، شمال وجنوب وشرق وغرب، وما عنديش متطوعين في شمال بس عندي متطوعين في جنوب، فأنا أي أوردر بيجي لي بقدر أخدم في جنوب بس مش قادر أخدم في الشمال، مش قادر أخدم في الشرق. نفس القصة، أنا عايز أخدم في تورنتو بس ما جاليش لسه متطوعين في تورنتو، جالي متطوعين بس الاريا بعيدة. فالفكرة يعني زي شركات الدليفري بس ببلاش، أنا بشتغل دليفري للناس بس ببلاش، بعتمد على الجهود الذاتية، بعتمد على الناس، بعتمد على المتطوعين اللي يشتغلوا معايا. عايز بقدر الإمكان يجي لي ناس زي ما عايز أخدم كل الناس اللي موجودة. انا بحاول ان انا بشتغل بنفسي، باخد الاوردرات اللي انا اقدر انفذها للناس اعملها، بحاول ان انا اعمل سيف، كل واحد بينضم معايا في الشبكه دي طبعا برحب بيه. الموقع الاساسي للشبكه نشا فكرته في امريكا وتلقفنا احنا الفكره، ولكن احنا ممكن نكمل الفكره هنا في كندا وسميناها الشبكه الاسلاميه في كندا، وممكن يكون بيشرف عليها نفس النشاط، عشان انا مش مرخص جمعيه ولكن عندي شركه، فممكن الشركة هي اللي بتقوم بنفس النشاط التطوعي دوت وهي اللي بتشرف عليه، عشان يكون نشاط رسمي ويكون تحت غطاء رسمي أمام الدولة طبعا وكل شيء. فأنا يعني عايز بقدر الإمكان أنسق جهود الناس وأوفر متطوعين في كل مكان، في كل مدينة، في كل مدن كندا، لأن إحنا شغلنا أونلاين. يعني لو جالي حتى حد إن شاء الله من ألبرتا قال لي أنا متطوع، هقول له أنت في أنهي في اي حي في اي مدينه، لما يجي لي اوردرات هبعت لك. بل بالعكس، انا هشغل ناس معايا مديرين. يعني ايه مديرين؟ يعني انت في القطاع ده وتمسك الاداره هناك، وانت قول لي ايه الاخبار وجمع ناس معاك وهكذا. هو بس مجرد الموضوع مجرد تعاون مش اكتر. احنا بنتعاون عشان نخلص الازمه دي. اذا ممكن يصير تعاون الان بينك وبين الميت الفلسطيني. ده اللي انا فكرت فيه، ده اللي انا فكرت فيه لما استاذ امين تحدث. انا هبعت له الصفحه بتاعتي وابعت له الاتصال بتاعي، ونحاول ان احنا ننسق الجهود مع بعض. هحاول كمان انزل رقمي مع حضرتك في الصفحه هنا، الصفحه بتاعتي، بحيث ان يجي لي ناس ويجي لي طلبات ويجي لي متطوعين. انسق مع استاذ امين، هيبتدي التوسع وهيبتدي التنسيق ياخد شكل كبير لما كل واحد يتكلم يقول هو عنده افكار ايه وهو بيعمل ايه. أستاذ محمد، في سؤال بدي أسأله وإن شاء الله يعني يلقى رحابة صدر. اليوم حسب الشرح والوصف اللي أنت وصفته للشبكة، الشبكة هذه أنا حسب ما فهمت من كلامك يعني ممكن أن تستوعب كل فئات المجتمع الكندي بغض النظر عن خلفياتهم. طيب ما هو الداعي انه يكون اسمها الشبكة الإسلامية، شبكة الاستجابة الإسلامية؟ هل المقصود في هذا الكلام انه هي تعتمد على كيانات إسلامية؟ يعني انا بفهم انه المسجد يكون إسلامي طبعا لانه اللي بيصلوا فيه مسلمين، الكنيسة تكون مسيحية لانه اللي بيصلوا فيها مسيحيين، لكن شبكة اونلاين وشبكة بتشتغل على مستوى المجتمع وبتشتغل في وقت الحاجات اللي هي بتقدم فيها مساعدة لكل الكنديين، فما هو الداعي إنه يكون وصفها بأنها شبكة إسلامية؟
شوف انا هقول لحضرتك على حاجه. نفس القصه لما احنا بناخد مساعدات او بنطلب مساعدات او بنتعامل مع جمعيه الصليب الاحمر. هي سميت الصليب الاحمر. احنا الشبكه بتاعتنا سميت الشبكه الاسلاميه لان فكرتها جت من منشات اسلاميه مشهوره ومعروفه على مستوى نورث امريكا كلها، زي ماك، زي اماكن كتير جدا، زي المجلس، زي مجالس اسلاميه كبيره، فهم انبثقت منهم الفكره. ولكن الموضوع ليس فيه اي تمييز باي شكل من الاشكال. انا اللي حضرتك، انا اللي بيرسلني رقم بيقول لي انا عندي الطلبات ديت عايز اشتريها، انا ولا بساله على اسمه ولا بساله على جنسيته ولا بساله على اي حاجه، انا كل اللي يهمني ان بيعطيني الايصال اللي هستلم له بيه الحاجه ويعطيني العنوان اللي هوصل له فيه. ومن خلال تنسيق ان انا نسق العنوان ده مع الاخ دوت، مع المتطوع ده، مع السائق ده بس. فمش هيكون عندك تفكير في تمييز في اي حاجه. وطبعا حضرتك عارف ان احنا كندا علمتنا، اذا ما كناش متعلمين اصلا الموضوع ده، ان ما فيش تمييز في المعامله خالص. بس انا رديت على حضرتك رد في الاول يا استاذ محمد، ان زي جمعيه الصليب الاحمر متسميه الصليب الاحمر، هو مجرد اسم بس، مجرد اسم. صحيح، تمام. أشكرك على هذا التوضيح. الله يخليك، وانا اشكرك جدا على الاستضافه. وطبعا زي ما قلت لحضرتك، انا يعني هرسل رقمي، ارسل الصفحه، عايز اتعاون مع الاستاذ امين، عايز اتعاون مع الجميع بحيث ننسق الجهود. حضرتك اعتبرني منسق للجهود، انا شغال بنفسي بس انا اكتر بنسق الجهود، زي اللي كان قاعد ادمن مثلا على اوبر مثلا في الاول، يرسل الطلب هنا ويرسل الطلب هنا ويتابع هنا ويتابع هنا ومش اكتر. يعني الموضوع ان احنا عايزين الغرض الاساسي من الموضوع، زي ما استاذ امين بيقول، عايزين نقلل العدد في الشارع. انا ازاي هريح الناس؟ اقول لهم خليكم قاعدين في البيوت. طب انا عندي 20 اسره خدمتها النهارده من خلال سائق واحد، يا سلام، ممتاز، انا وفرت على نفسي ان 20 تجمع او 20 اسره تنزل الشارع النهارده، او تروح الفود او تروح الوول مارت. في نفس الوقت انا بعمل احتياطاتي للسائق، اذا كان سيفتي او تطهير او كحول او مقابض السياره نفسها بتتطهر، الدريكسيون بيتطهر، الاكياس اللي بيشيلها بتتطهر. وانا دايما بقول كلمه تتطهر، مش لابس جوانتي، لان الجوانتي في بعض الاحيان ممكن اللي يسبب المشكله. مش طبعا كل الحاجات دي احنا قرينا عنها وعرفناها، فبنحاول ان احنا بقدر الامكان نكون سيف وسيفتي مع الناس، والحمد لله رب العالمين، وربنا ييسر الحال. أكيد. في سؤالي أنا للأستاذ أمين الآن، طبعا الآن جينا لموضوع ماذا يقوم به البيت الفلسطيني، وحنسأل الأستاذ برضه إذا عندهم إشي، الأستاذ محمد إذا عندهم إشي في لندن أونتاريو، ماذا يقوم به البيت الفلسطيني لدعم المجتمع الفلسطيني في تورونتو، الحالة النفسية، الوجود في المنزل، كل هاي الأمور إذا بتقدر تفسر لنا إياها، تفضل. أول شيء بشكر الأخ محمد بكري على موضوع التعاون، وإن شاء الله خير بإذن الله، ما في مشكلة، وأي أحد إفادات بهذا الحوار. بخصوص النشاطات، طبعاً يعني هي أفكار كثيرة وبدي أحكيها، ممكن تكون يعني مفيدة لمجموع الناس. هلا بخصوص النشاطات كلها طبعاً عن بعد، هلا إحنا أطلقنا مسابقة، هي المسابقة بتقول إنه احفظ ما تيسر من صور القرآن الكريم، يعني احفظ 5 صور، 10 صور او 20 صورة، تأخذ تحفيز مالي، يعني 25 دولار، 50 دولار، 75 دولار. الهدف مش هو لانك انت بتحفظ بدنا نعطيك، لا، هو الموضوع لانه في هناك جهد كبير بين الاهل وبين الطالب، حيقدموا فيه في البيت وحيشتغلوا عليه، وبناء على ذلك هي نوع من المكافأة. احنا هيك اعتبرنا، لانه في عندنا كان ميزانية مثلا اذار وابريل وماي لنشاطات في المركز، فهي كل الاطفال، فاحنا قلنا هاي مستثمره بطريقه معينه ونكافئ الاولاد. هاي واحد. اثنين، بعتنا احنا مسابقه، شو بتقول؟ ارسم مستقبلك. هلا الولد بالبيت، قاعد بالبيت عنده كميه تعيده انه يطلع على المنتزه، يروح على السوبر ماركت، او يروح على السينما، او يروح على الملاهي، او شيء، فالحياه كلياتها مغلقه عنده، يعني هو قاعد بالبيت يفكر، مش قادر يطلع لبرا. فاحنا عم ننكشه، عم نقول له فكر بمستقبلك، شو غير يصير بمستقبلك، فاحنا عم مرحله معينه لمرحله اخرى.
يعني مرحله ما بعد الازمه، وهي الازمه حتعدي. فهي صحيح رسم، ولكن عم نخليه اقل شيء يفكر له كم ساعه انه شو غير يعمل في المستقبل. بعدين بعثنا احنا ارشادات شي حوالي 16 ارشاد، هو انه كيف احنا نتصرف في البيت، او انه شو ممكن نعمل في البيت. مثلا تخفيف الوزن، اللي عنده وزن عالي جدا ممكن انه يخفف، موضوع يرتب اموره، موضوع ترتيب البيت، موضوع مساعدة الزوجة، موضوع الرياضة، موضوع اقرأ القرآن، اقرأ ادعي. عندك مثلا سلوكيات غير محبوبة شخص بيقوم فيها، ممكن انه مع الوقت يقدر يتخطى هاي الامور، او مساعدة يعني مساعدة الاهل. في قضية اخرى احنا عم نشتغل عليها شوي، انه مثلا احنا قاعدين هلا كلنا في البيت، صح؟ ما نروح قاعدين كلياتنا، الوضع صار روتين. هلا انا او غيري لنا اقارب كثار موجودين في العالم، هذول الاقارب اللي موجودين طبعا ممكن انه بيعرف عمه، بيعرف خاله، بيعرف فلان، بس ما بيعرف الكل. ففرصه عظيمه انه انت تيجي هلا بلش تعرف على اقربائك اللي موجودين في في الخارج، سواء كان في اوروبا او في امريكا او في دول الشرق الاوسط، وهذا نوع من صيغه القرابه. بس بنفس الوقت انت لما يعني الولد لما يتعرف على اهل اللي موجودين برا او حتى اللي في كندا، يعني انت عم تكسر كل شيء اللي كان يعني كمش الناس، او انه العلاقه كانت شوي بيناتهم. فهلا هاي الازمه اللي مشان شو ترحرح القلوب كلها، هاي الهدف الموضوع. الشغله الثانيه اللي احنا ما طلبناها من الناس وبتمنى كل الناس تعملها، هي الاتصال بالاصحاب والاصدقاء. كيف يعني؟ سواء كان في كندا او في برا. برا انت ممكن تسال اصحابك اللي موجود في فرنسا ولا بايطاليا او بالسعوديه او بلبنان او بسوريا او بالاردن، تسال خاطر وتسال وتشوف شو الموضوع، يعني حاول ريحه. ما قال في كثير عندهم ظروف صعبه، ما غلط يا اخي، حاول قدر الامكان ساعده ولو شيء رمزي، بس بين انك انت معاه في هاي الازمه. لانه اذا احنا ما كنا هلا بهاي الازمه مع الناس، مع قرايبنا، مع اصحابنا، وين بدنا نكون؟ هاي كمان اشعارات احنا بنبعثها للناس على اساس انه يعملوها في ظل القعده في البيت. هلا عندنا كمان شغله ثانيه، هي موضوع المحاسبه. يعني عندنا افضل ما شاء الله عنه بيستلم المكالمات والاستفسارات عن موضوع التحفيز المالي اللي عملته الدوله. فهو دائما اي واحد بيتصل فيه فبرد عليه، فبقول له شو اعمال 1 2 3. هذا شيء مهم جدا، لانه موضوع المحاسبه واحد بروفيشنال، والاخ الحمد لله يعني عم يقوم بالواجب، واكيد يمكن ناس اخرين بيقوموا بهي القصه. هلا في موضوع اخر مهم جدا احنا عم نشتغل عليه، شو بتمنى ان الكل يعني يعمل هذا الموضوع. عندنا مجموعه دكاتره ممرضين. هذول الدكاتره الممرضين هم قسمين، قسم مرخص وقسم غير مرخص. المرخص موجود في الفرونت لاين على الخطوط الاماميه، جزاهم الله شكر، ودائما احنا نتصل معهم. اللي غير مرخصين هذول الاخوان يعني يجب ان يكونوا جاهزين. كيف؟ لانه احنا اذا صار في عندنا شط داون، صار في عندنا عدم تجول، والامور يعني صارت سيئه جدا، هذول الاخوان حيقوموا بدورهم الانساني في 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 المواقع الاماميه مع الدكاتره الممرضين، يعني حسب ما تطلب الدوله. اذا طلبت الدوله هذا الموضوع منهم، يعني الحكومه قالت نستدعي كل شيء اسمه طبيب وممرض، فاحنا هذول الاخوان جاهزين. هاي احد القضايا. الثانيه عندنا قضيه استاذ امين، بس ثواني. نعم. هون في سؤال كان من صديق اسمه فادي، بيحكي انه يجب توظيف عدد كبير من الاطباء والممرضين، وفعلا في بتيشن موجوده اذا بدوروا عليها الاي ام جي الانترناشونال ميديكال جراديويت، وانا حطيت هون اللينك تبع الجروب تبعهم، الان شغالين عليها، وصلت حوالي 800 الف توقيع، فالرقم يعني خيالي للناس اللي بتدعم هذا الموضوع. ممكن كلكم توقعوا على هذا البتيشن باي ذا وي. وقعنا عليه كلياتنا، هذا البتيشن احنا وقعنا عليه. كل شيء بيتجن بيجي للناس وبساعد الناس احنا فورا يعني عمم وبتوقع. هلا مسألة الموضوع الاخر، ومساعدة الاولاد اللي هم في البيوت من خلال برنامج الحكومة عندهم. برنامج جديد حيكون موجود، واعتقد
ممكن نبلش شوي قدام. فهذا احنا عندنا كمان بعض الاخوان بيساعد الاهالي بهذا الموضوع، انه كيف يتخطوا موضوع التعليم عن بعد اذا في امور متغدرين انه مثلا يفهموها، الاخوان بيحاولوا يساعدون فيها. هلا اللي بدي اقول شغله واحده هي انه كل واحد، انا ما حكيت عن كورونا لان انا في اختصاصي، بس بدي احكي بموضوع اخر، انه كل واحد فينا معرض لهي الاصابه. هو مش عيب، ولكن الفيروس هذا هو ما بعرف حدا، ولكن بعرف شخص واحد منهم. شخص واحد هذا اللي بيكون قاعد بالبيت وبيطلع في كمين برا بيصطادوا. من هو هذا الكمين؟ هو هذا هو الفيروس. فمشان هيك نطلب من الجميع انه يبقوا في البيوت، وهي احد الامور اللي نتمناها والدوله تتمناها. في بعد وقت معاك دكتور احكي لكم. عندنا موضوع اخر حاب انا احكي فيه، هو موضوع التكافل الاجتماعي الاقتصادي. يعني الدوله اجت عملت تحفيز مالي 120 مليار دولار مع الاتصال او التعاون مع البنوك والمؤسسات والشركات. الدوله لما اجت بدها تعمل التحفيز المالي، مش لانه والله طلاب المدارس اجوا اسبوعين عطلوا وعندك 1000 2000 عامل وقفوا عن الشغل، مبروك على الاي اي انتهى الموضوع. هذا التحفيز المالي وهذا التكافل الاجتماعي الاقتصادي هدفه الاول هو امن البلد، والثاني هو الامن الاجتماعي الاقتصادي. فمشان هيك عم اقول لك احنا عم نعمل كل هاي مشان تخليك بالبيت، احنا بنبعتك الفلوس البيت وخليك في البيت. فالموضوع مش موضوع انه هيك يعني الدوله اجت قالت يلا بنعطي الناس فلوس، لا، في له ثمن، ثمنك انك انت تقعد في البيت. واحنا بنتمنى من كل الاخوان انه نحافظ على هذا البلد، لانه بتعرف احنا عم نسمع كثير بلدان برا في كثير شغلات تجوزها. فاللي بدي اقوله انا انه اذا الشخص بحب كندا كيف بده يعبر عن حبه لكندا؟ قال طبعا احنا بعتها لكل الاعضاء والاخوان، وانا بحب كمان اشارك هذا الموضوع للاخوان المشاهدين. اول شيء بقائك في البيت، هاي احد الشغلات بتعبر انك انت شو حبك لكندا، لانك انت بتحاصر الوضع. الشغله الثانيه اللي بدي اقولها هي وقف بث الشائعات، يعني فيديو مدبلج من هون، تقرير من هون، شغله من هون، يعني رجاء انه بلا. الشغلة الثالثة اللي بدي أقولها أنا هو أن تكون إيجابياً. يعني كيف تكون إيجابي؟ إنه بحيث إنك أنت تحاول تساعد الناس، تكون في فرقة التطوع، دائماً تكون روح المعنوية عالية جداً. الموضوع الموت موضوع هذا إحنا ما في منه، بس أنت يجب أن تفكر إنه في حياة مستمرة، وفي بلد بده يستمر، وفي اجيال قادمه جاي، اكيد نفكر بهاي الطريقه. بعدين الانخراط في العمل التطوعي، هاي بتدل انك انت بتحب البلد. شغله ثالثه عدم خرق القوانين. يعني ببساطه انت هلا ماشي بالشارع في عندك اشاره حمراء، رجاء ما تقطعها. يعني هاي واحده من الاشياء، عندك قالوا هلا 5 اشخاص فقط لا غير بتجمعوا، ما يصير 6، يعني في سيارة واحدة هذاك اليوم كمان شو هم 6 أشخاص، 1000 سيارة واحدة، كل واحد من different addresses، يعني كيف ويربوهن كل واحد تقريبا مبلغ مالي تيكت. هاي احدى الأشياء التالية بدي أقولها وهاي المهمة جدا، يجب أن نعمل على إيجاد قناة اتصال. كيف يعني؟ هلأ الدولة قالت إنه في تحفيز مالي، ولكن في مواضيع اخرى، موضوع المورجيج وموضوع الايجارات. انا كمواطن اذا بدي التزم بالقانون يجب ان اتكلم مع مين؟ مع صاحب المبنى، مع صاحب الملاك، اقول له موضوعي 1 2 3 4 5 ما اترك الامر. نفس الشيء للبنك، بحكي مع البنك بقول له المورجيج، بقول له موضوعي عندي انا وضعي 1 2 3 انا بدي اجر. منيح البلديات عمليا اجرت موضوع البرنامج التاكس. فقناه الاتصال مهم جدا، انك انت تبعت ايميل او تحكي بالتليفون باي طريقه كانت حتى نحل هذا الموضوع، لانه هذا مهم. فبقول انا هلا انه كل شخص فينا من واجباته ومن موقع المسؤوليه
انه نهتم باللي عم بصير بهي الازمه، واحنا اذا بقينا في البيوت تمام، وهذا بخلي انه الفيروس ما يتمدد، بيتم محاصرته بمساعده طبعا كل الاطباء وكل الممرضين والدوله وكل الناس اللي هم موجودين على نشكرك. نشكرك استاذ امين. احنا كانه الاستاذ محمد معنا، انا مش عارف بالضبط اذا كان موجود ولا لا، للاسف طلع، ما بعرف شو اللي صار عنده، بس اكيد في خطا. طيب انا خليني استغل بس فرصه وابادر الاستاذ امين بهذا السؤال عن المعوقات. يعني انتم الان ما شاء الله عليكم، انا حسب معرفتي انه بيت فلسطيني تورونتو يعني كاسم ووجود فيزيائي على الارض من حوالي سنتين بلس ماينس. صوتك مش تقريبا سنة، تقريبا سنة. طيب الان ما شاء الله في عندكم برنامج حافل وبتعملوا فيه. هل بتحسوا انتم، ويا ريت الجواب يعني وان كان بدي احملك زياده عن اللزوم، يعني يكون جواب على مستوى الجمعيات ككل مش فقط البيت الفلسطيني تورونتو، هل الجمعيات تعاني من معوقات حتى تقوم بعملها في مساعده الناس؟ السؤال هذا ليش بساله؟ لانه احنا احيانا نجد يعني بعض الجمعيات يعني حقيقة ما إلها صوت، يعني ما إلها تواجد، ما إلها وجود. هل هي بتعاني من معوقات حتى تشتغل من خلال خبرتكم القديمة والحديث؟ وأنا بعرف أنه مش اليوم أستاذ أمين بيشتغل في العمل التطوعي، يعني سنوات هذه. فهل عبر هذه السنوات وجدت أنه الجمعيات تعاني من معوقات انها تساعد الناس انها تعمل؟ هل في بيروقراطيه بتعوق عملها؟ هل في مؤسسات في الدوله تنافسها في هذا العمل فبتحس انها صعب توصل للناس؟ هل في معوقات معينه؟ والله يا اخي استاذ محمد، هذا الميدان موجود للجميع، اللي بيدرس بيدرس. هلا انا ايش بقول؟ انه اي جمعيه او اي مؤسسة ممكن يكون اي واحد رئيس، ولكن لما ممكن يكون قائد، ممكن يكون رئيس ما مشكلة، بس ممكن يكون قائد. بس اي مؤسسة يجب ان يكون عند لجان، اذا ما عند لجان لا تستطيع ان تفعل شيء على الارض. فاحنا اعطيك مثلا، اذا مثلا احنا عادة بنعمل تبرع بالدم كل 6 اشهر. طيب اذا جمعية معينة نايمة، هل تعتقد انه ممكن بالوقت الحالي انه تقوم بعمليه تبرع بالدم؟ مستحيل. هلا احنا استلمنا من البلد كندا على اساس انه شو هي الاجراءات اللي مطلوبه اذا شخص بيتبرع بالدم، تعرف ال 14 يوم والشغلات هاي. احنا طبعا اخذناها وحطيناها في بالنا على اساس انه معظم الناس كلها قاعده في البيت، يعني 14 يوم هذا شرط اساسي، وممكن لانهم يطلبوا بيقولوا انه احنا كمان بحاجه لدم. اكيد فاحنا ان شاء الله كمان يعني حنقوم بهذا الموضوع. هلا انا بحكي صراحه، يعني موضوع الجمعيات والمؤسسات وكذا، انا لا احب اني اتكلم انه شو ظروفهم وكذا، يعني بحب انا احكي عن الجمعيه تاعتنا. بحكي بصراحه لاسباب عديده، هاي واحدة. اثنين، في هناك نوع من لك اياه مش تأقلم، انما هناك في نوع من الانسجام بين لجنة المرأة والطفل عندنا مع لجنة النشاطات مع لجنة المبنى اللي موجودة عندنا، اللجان كلها بتشتغل مع بعض. فاحنا يعني كيف هذا الامر، لما صارت الأجنة فورا بلشنا نشتغل بهذا الموضوع. يعني احنا قبل كم يوم كان عندنا انه كيف في عندنا 4 5 10، هلا ممنوع الا فقط قضايا كبيره، نحكي كل الامور. بس انا بقول لك الموضوع المالي وبيلعب دور مهم جدا، يعني احنا كليات هاي من الاعضاء، بلكي هي تبرع من الاعضاء، يعني احنا ما بنستلم شيء من الدوله ابدا،
ولكن احنا بنقول انه احنا من واجبنا كمؤسسه يعني اجتماعيه ان نقوم باتجاه البلد، اتجاه الناس، عارف كيف؟ وخاصه احنا متطوعين كلياتنا وكل واحد بشغله طبعا، عارف كيف؟ يعني اعطيك شغله مثلا، احنا عاده نقوم بالتبرع لموضوع الفود بانك، هلا اجى الوقت نستعمل، عارف كيف؟ يعني بقول لك انه انت اي جمعيه بدك تعمل غير ان تتخطى المنظور. احنا عندنا بالسيف في عندنا 180 بنت بنشتغل عليهم خلال السنه، بتاثر على ثلاث شغلات: الاعضاء، المجتمع العربي، والمجتمع الكندي. عارفين قاعد بيشتغل عليهم بهي الطريقه. فانا يعني هاي هذا اللي انا بديش افوت اكثر واكثر في الاجابه. في سؤال من اخ نسيم بيقول لك هل البيت الفلسطيني حاصل على charitable organization يعني التاكس؟ انا في البدايه لما عرفت حكيت انه احنا جمعيه خيريه غير ربحيه وليس خيريه، يعني احنا مش معنا شرط ابدا. اوكي بس عشان اوضح للاخ نسيم موضوع charitable، احنا الاعضاء بتبرعوا للمركز على اساس هو donation for the building، يعني دعم للمركز، يعني كيف؟ ولكن هو ما من اي مؤسسه معينه لا جوا ولا برا، كلياته من الاعضاء وبيتم التحويل. بس موضوع تشيرتبل يعني معظم الجمعيات بتحاول انها تحصل على هذا الستاتوس، لكنه صعب في كندا لانه بيحتاج الى دوكيومنتيشن كثير وبصير عليهم اوديت كل سنه، فالموضوع مش سهل، مع انه بعطيهم طبعا قدره اكثر على جمع تبرعات واعطاء ريسيتس للجمهور. طبعا معنا الاخ ماجد من الناشطين في المجتمع في تورونتو، وبنرحب فيه وهو بيرحب فيك اخينا ايمن. طبعا ماجد برضه هو من جزء من الجاليه الاردنيه وعندهم مجموعه النشامه، عم بيحاولوا برضه يسووا نفس اللي بيسووه الاخ او البيت الفلسطيني. في عندنا في اوتوا برضه مجموعه النشامه عم بيسووا فالنتير وبحاولوا انهم يساعدوا الناس اللي بيحتاجوا. في الجمعيه الفلسطينيه في اوتوا برضه على علمي انهم عندهم ما شاء الله عدد كبير من الفالنتير وعم بحاولوا انهم، ففي تجمعات ما شاء الله عليها كبيره. ليش احنا مثلا المجتمع العربي ما نقدر نتجمع؟ هذا سؤال لك استاذ امين. ما نقدر نتجمع في big organization to start big؟ يعني احنا شفنا المثال اللي ضرب رفيق اللي هو الـ United Muslim Organization في اوتوا، 17 organization دخلوا مع بعض في تجمع واحد عملوا صدى في المجتمع، النيوزبيبر صار يحكوا عنهم واظهروا قوتهم لانه في التجمع قوه دائما. تفضل. انا شو بقول انه كانت هناك كثير محاولات، مش هلا، السنوات الماضيه بخصوص انه ايجاد تجمع لكل الجمعيات العربيه خلينا نسميها، تحت خلينا نقول مثلا مواضيع معينه. بس انت تعرف اللي يصير احيانا، اللي يصير يعني في بلادنا بنعكس سلبا عندهم، فمشان هيك هاي الفكره تاجلت شوي. بس انا شو بقول انه عاده بالازمات تيجي انه الروح الايجابيه. هسه احنا ان شاء الله، انا بقول انه كل الفرق التطور ما غلط انه تكون كلها تخدم اطار واحد، خاصه لو كنت كلها تتعاون مع بعض يعني، وما في مشكله، وهذا شيء مهم جدا لانه بريح كمان، ما بكونش الثقل على حدا بس على يعني على جهه معينه. بس انا شو بقول انه بعد هاي الازمه تمر ان شاء الله، ما غلط يعني انه يعني الجاليات العربيه يكون الى فريق متطوعين معروف ثابت، وهذا بتوجه الحكومه الكنديه، يكون عندنا فريق اطباء ثابت، فريق مهندسين، يعني كل هاي الطريقه اللي احنا كيف نساعد البلد. فبالوقت الحالي انت تعرف انه كلياته هلا سوشيال ديستانسينج، ما في اي شيء، بس انه ممكن انه بعد الازمه ان شاء الله
تم تفعيل هذا الموضوع. لو الحكايه صراحه ايش انا لو ما انت طلعتني والناس شافتني، طب ما حدا يعرف عني. انا بقول لك اياها بكل صراحه، يعني هاي كمان شغله، يعني اذا انت ما قلت ما حدا كان عارف والله انه البيت الفلسطيني يمكن بس مجموعه معينه من الناس، صح؟ بس احنا لو كنا كل يعني كل الجاليات العربيه مع بعض بتشتغلوا جمعيه كان الموضوع افضل واحسن بكثير. هذا ما وانت اخينا ايمن اشهر من النار على العالم، يعني لا يعرف من هو، يعني ما شاء الله عليك ناشط سواء في المجتمع المحلي في الفولنتيريزم، سياسيا في المجتمع المحلي، وهذا شيء اللي مطلوب من الجميع. فاللي ما نتمناه ان شاء الله انه قد يكون هناك نواة لتجمعات عربية في هذه المدن. نحن أرقامنا يعني الفلسطينيين يمكن في مدينة الجي تي اي أو في منطقة الجي تي اي كتار شوية، فممكن يسووا ثقل، لكن أتوقع أنه إذا زودنا هذا الثقل، بغض النظر أنه يكون في بيت فلسطيني يحترم الثقافة والعادات الفلسطينية ولا بس يكون في شيء أكبر كده يجمع. لا طبعا مع هلا شوف اي جمعيات الى خصوصيتها، بس هذا لا ينعزل انك انت تكون لوحدك. طبعا احنا قاعدين مجتمع كبير قاعدين، والجمعيات هي مشان تحافظ على عاداتك وتقاليدك وتراثك قاعدين، بس بنفس الوقت المفروض نعمل خليه وحده على الـ على الـ على الـ على الاراضي الكنديه، وانه كلياتنا نستفيد من خبرات بعض. أنا معلش أستاذ محمد، ثواني حابب أرحب بأخونا ماجد شواقف من تورونتو، دخل معنا، أهلا وسهلا فيه. إن شاء الله يكون لسه مش موجود، لكن إن شاء الله هيكون معنا، بنرحب فيه. تفضل أستاذ محمد. قبل ما يدخل، يعني أنا بدي أحكي إنه موضوع الجمعيات والكيان اللي يجمعها الجمعيات العربية بالذات، والكيان اللي يجمعها ووجود كيان يجمع العرب ككل، واللي بجوز صار فيه كلام طويل مطول سابقا فيه، أنا في رأيي راح نعفيكم من الإجابة هذه في هذه الجلسة، لكن مش راح نعفيكم في يوم من الأيام في إجابات صريحة وواضحة تماما في الموضوع هذا، وراح يكون في جلسة ثانية إن شاء الله الحديث فيها مع أكثر من طرف، من الجالية المصرية، الجالية المغربية، في كل الأقطار المغربية العزيزة علينا، اللي إحنا كناس من الشرق، أنا بعترف دائما لإخواننا المغاربة إنه إحنا في الشرق مقصرين في حق إخواننا المغاربة، هم بيعرفوا عنا أكثر ما إحنا بنعرف عنهم، ولكن حيجي يوم اللي إحنا نجتمع فيه كلنا مع بعض، ويكون هذا الحوار صريح للغاية وأخوي ومن القلب، حتى يعني نحط إيدينا على الأسباب الحقيقية اللي بالعقول الناس الحكماء أمثالكم نستطيع أن نحل هذه الإشكاليات ونفندها ونتجاوزها ونصل في الأخير لحلول. الحلول تكون حلول عملية، مش بالضرورة يكون في كيان موحد، لكن على الأقل يكون في كيان ينسق ما بين هذه الجمعيات، ويكون في له يعني اتصال مناسب وحلقة محترمة يحترمها الجميع. احنا الآن في مرحلة مضطرين ان نفكر فيها، لكن ما بدنا نخوف الناس، الجهود اللي بتقوموا فيها جهود مشكورة ومباركة. انا اتوقع انه سمعنا اكثر مما كنا نتوقع والحمد لله، وان شاء الله الى مزيد من العمل، وان شاء الله يعني يكون في شيء على الأرض وعلى الواقع يسجل بشكل واضح على السجلات الكندية في التاريخ الكندي، انه في ازمة من الازمات مرت وكان المجتمع العربي فيها مجتمع واعي ومجتمع مثقف ومجتمع مساعد ومتعاون في تجاوز هذه الازمة على مستوى الوطن الكندي ككل. انا بشكرك استاذ امين. انا بس اعطيك يعني مثلا قبل كم يوم رئيس بلدية ميساقة حطت بوست وكتبت انا بشكر الجالية الفلسطينية، طبعا حطت الشيخ واللبنانيين على الجهود اللي عملوها بموضوع الفرق الطويل. يعني انا بدي صلي في البلد ما سمعت يوم هيك تم شكر مثلا كجالية بشكل دائم،
يعني كثير، اما بروح مثلا على نشاط بقول والله شاركني في نشاط، بس انه بهي الطريقه يعني هاي اول مره. فاحنا بنقول لك احنا في قلب الحدث ان شاء الله بنعمل حسب قدراتنا، وبنتمنى من كل الجميع يتعاون بهذا الموضوع، وانه هاي الازمه ان شاء الله حتمر، وما في ازمه بالدنيا الا حتمر، ولكن ان شاء الله باقل الخسائر. وشغله ثانيه، انا من هذا الموقع بقول لك انه برحب باي لقاء في سبيل توحيد كل الجهود العربيه طبعا بعد تمر هاي الازمه. بهذا المركز احنا ما عندنا مشكله، ما عندنا فيتو على اي انسان، نقول له اهلا وسهلا، كلياتنا احنا اخوان وحبايب، عارف نختلف، ولكن اللي بوحدنا اكبر بكثير من اللي يعني بفرقنا. نحكيها بصراحه احسن. معناها استاذ محمد بس تخلص هالازمه احنا بنزل على تورنتو بناكل مسخن جنيني وكنافه نابلسيه في البيت الفلسطيني. ومنزف عند النشامه. ومنزف عند ماجد عرب ماجد. طبعا اكيد اي دعم واي مؤسسه خيريه زي ما حكوا الشباب هون، واعتقد الاخ ماجد اللي عجل على هذا الشيء او حكى انه تقوم على جهود فرديه تتكاثف هذه الجهود حسب تفرغ اعضائها، واضف الى ذلك الماده او الوفره الماديه، كل ذلك بحط اعباء على معظم هذه الجمعيات، ولكن ولله الحمد معظمها تقوم بدورها على نحكي على اكمل وجه بالاستطاعات اللي موجوده. فمن من من هنا تحيه لهم جميعا، لكل من يقوم، لانه معظم هدول تطوعا ومن جيوبهم بيدفعوا لعمل الخير لاجل ابناء المجتمع العربي بغض النظر عن الجنسيه المصغره، لكن نحن نحكي باسم اكبر. هذا يعني جهود نفتخر بها وليست بالبسيطه. حتى لو عملنا حفله بالونات للاطفال قد تزرع فيهم المحبة لهذا المكان وبوطنهم الأم. فنشكركم من هذا المنبر شكر جزيل، ولكل من يقوم بذلك، مش بس البيت الفلسطيني، لا، لكل من يقوم بعمل تطوعي خيري لأجل خدمة أبناء سواء الجالية العربية أو المجتمع الكندي بشكل عام، لأنه هذا واجبنا في بلدنا الأكبر كندا. أستاذ محمد، ما أعرفش إذا عندك أي أسئلة ثانية. أنا بس فقط شكر، وشكر للجميع، وأشكر الأستاذ أمين وأستاذ محمد البكري والدكتور سليمان، ومنكم أشكر جميع الكيانات التي تمثل المجتمع العربي وتقوم وتعمل وتجتهد، وللمجتهد إن أصاب أجرين وإن أخطأ أجر، ففي كل أجر. شكرا لكم. أستاذ أمين، تحب تحكي كلمة؟ أنا بس اللي بدي أقوله بشكركم جدا على هذا الحوار الشيق، وطبعا أنا يعني بشجعكم إنه كمان تحاولوا يعني تحاوروا مع إخوة آخرين، لأنه ممكن يكون عندنا أفكار جيدة وأفكار معينة. وكل الناس صراحة في هذا المرحلة الضغط اللي إحنا فيها ممكن ما يطلع افكار، بس في ناس ثانيين قاعدين هيك رايقين يطلعوا افكار، فحاولوا مع الناس الاخرين. وانا متشرف ان اي افكار معينه فيها تحت الهواء ان شاء الله ممكن نساعدكم فيها. وبتمنى التوفيق، وان شاء الله ان نشوفكم بعد الازمه يعني سالمين وغانمين ان شاء الله جميعا. ان شاء الله جميعا. طبعا أنا حابب أذكر الجميع بلقائنا غدا، سيكون مع المستشارة عبير لبابنة التي ستتحدث عن موضوع الأطفال والحالة النفسية للأطفال. كنا معها امبارح بس الوقت كان سريعا والكلام كثير. حتتكلم أيضا مع الأطفال اللي عندهم مشاكل في التوحد والـ ADHD وفرط الحركة وفرط الجهد، فكل هذا سيكون غدا إن شاء الله الساعة 8. وفي فكرة أعطانا إياها الأستاذ أمين الموعد، طبعا لسه ما حكيت مع أستاذ محمد، لكن ممكن نعملها announcement الآن. حابين نحكي مع أطفال قد تكون بعد 3-4 أيام هيك، كل عائلة عندها ممكن فكرة إنها تحكي تطلع ابنها أو بنتها، نحكي معهم نسألهم أسئلة، شو استفادوا من هاي الأزمة، شو صار، شو سووا، شو الشغلات الجديدة اللي عم بعملوها عشان يتأقلموا، بيساعدوا أهلهم. فإذا حابب من الأهل إنه يكون معنا في هاي الحلقة، لسه ما حددنا تاريخها، لكن حتكون حلقة شيقة لأنه حنتعلم من الأطفال كتير. صحيح.
فأتمنى إنها إذا في حدا من الأهل حابب يعمل منشن إنه أو يتواصل معنا أنا والأستاذ محمد، إن شاء الله حنعمل جروب صغير نجمع لو حتى 7 8 أطفال ونطلع بلايف معهم، لأنه هذول مستقبلنا ولازم نسمع منهم شو بدهم، ولا لا أستاذ محمد؟ 100% 100%. أنا يعني أرحب بهذه الفكرة بشكل كبير، ويعني أنا من الناس اللي بحكي إنه إحنا نتعلم من أطفالنا، وأشياء كثير في المستقبل محتاجين هم يعلمونا إياها. أكيد أكيد. باسمكم جميعا اليوم نشكر الإمام الدكتور محمد سليمان من المسجد أوتوا الكبير، كان معنا في بداية اللقاء. نشكر أخونا مدير البيت الفلسطيني من تورونتو أمين الموعد، والأستاذ محمد البكري ممثل شبكة الاستجابة الإسلامية الكندية للمساعدة. كان عندنا لقاء متميز ورائع اليوم، في أفكار جديدة، نتمنى إن شاء الله لهم كلهم دوام الصحة والعافية، ولكم أيضا، والسلام عليكم ونراكم. السلام عليكم.